بعضهم واعتقل ابن سلمان علماء الشريعة وقتل بعضهم والمعارضين بالمناشير واشترى ذمة البعض الآخر حتى قال أحدهم وأنا الآن والقول له مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به محمد بن سلمان. شطب ابن كمال من اسمه اسم مصطفى، وأخشى أن يشطب أو يشطب اسم محمد من ابن سلمان. غير ابن كمال حروف اللغة العربية للغة التركية إلى الفارسية والفارسية من إلى اللاتينية، وعمل على تغيير المناهج، وغير ابن سلمان مناهج الدراسة لتواكب التحلل الأخلاقية والتطبيع مع الكيان اليهودي. ألغى ابن كمال حجاب المرأة وقوامة الرجل عليها، وغير أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص، وجلب ابن سلمان الراقصات العاهرات إلى بلاد الحرمين، وأقام الحفلات الصاخبة المكتظة دون مراعاة للكورونا. فالكورونا في المسجد الحرام والمساجد فقط، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأخيرا وليس آخرا، والقائمة تطول في جرائمهما وجرائم غيرهما من الحكام، أمر ابن كمال بترجمة القرآن إلى اللغة التركية، وأمر بمنع الأذان في المساجد وأن يكون الأذان بعد ذلك باللغة التركية، ووصى قبل موته ألا يصلى عليه صلاة المسلمين على الجنائز. أيها الناس، قال ابن كمال يوما: نحن الآن في القرن العشرين وعصر الصناعة، لا نستطيع أن نسير وراء كتاب يبحث عن التين والزيتون، يعني القرآن الكريم، فأهلكه الله بالنمل الأحمر الذي أكل جسده. وبعد سنتين من موته اكتشف الطب دواء المرض الذي مات فيه، وهو مستخلصا من لحاء شجرة التين المباركة. قال الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فكلاهما ابن كمال وابن سلمان ضرب الدين في مقتل، ووجه سهامه نحو الحكم والعبادات، وأحدثوا في ديننا ما ليس منه فهو مردود.